وفي عام 1588 قام جيهان ثوربوت بعمل دراسة لكيفية دخول الرقص الحرم الملكي دون كسر البروتوكول والحفاظ على الأجواء داخل الحرم الملكي. وفي عام 1661 افتتح الملك لويس الرابع عشر أول مدرسة رقص في العالم، وسميت بالأكاديمية الفرنسية للرقص والموسيقى. ومن هنا بدأ الرقص أن ينمو وأصبح له قوانين خاصة به،